المنبر العلي بفكره الرشيد به الذكرى به العبرة به التفسير والتسديد لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. المنبر العلي بدرب آل المصطفى صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله هذه الآية الكريمة نزلت بسبب السبب أن قريش لما تعرضت قافلتها التجارية تعرضت إلى محاولة الاستيلاء عليها. كانوا احنا نعرف قريش اكو عندهم حملتين، عندهم حملة شتوية وحملة صيفية. الحملة الشتوية تروح إلى الجنوب اليمن وما وراءها، والحملة الصيفية تجي إلى الشمال، نعم شمال الجزيرة. يجمعون ما عندهم، يعني كل بيت أكو بيه رأس مال، على تعبير المؤرخين عنده نشفة كمية من الذهب، عنده نشفة صاعد، يعني مهما عنده من رأس مال يجمعوه ويتجرون، والأرباح يوزعوها بالنسب على النسب اللي موجودة عندهم. فاجت القافلة، قافلة قريش. طبعا هاي القافلة لما ياخذون اموالها يشترون اسلحة، طبعا يمونون بيها قريش ويطلعون لقتال المسلمين. الله عز وجل اباح للمسلمين في هذا المورد ان دول هم كفار هم حربيين، اباح لهم الاستيلاء على اموال، لان اموال دولة تترجم الى سلاح في أعناق المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله أمر بمصادرة هذه الحملة، طلعوا المسلمين. بس أبو سفيان أحس، يعني أحس، لأن إجا إلى مكان سأل واحد من هذول قال له مرت بك قوافل؟ قال له أنا أشوف من بعيد أسودة. فساحل، طلع على جدة، ساحل بالقافلة وطلع منك، ذهب إلى مكة. الغرض سلمت عير قريش، سلمت. حتى واحد اسمه الخفاف هذا أرسل ابنه، هو رئيس قومه، أرسل ابنه من رؤساء بني كنانة، قال له اذهب إلى أبي جهل قل له أبي يعمك صباحا، يعني يقول لك اصطلاحنا اليوم صبحك الله بالخير مثلا، يعمك صباحا ويقول لك إن شئت أن أمدك بالرجال فعل،
وإن شئت أن أمد أن آتي إليك بمن معي من أهلي فعل، وأرسل له هدايا. التفت له قال له أبلغ أباك السلام وقل له جزاك الله والرحم خيرا، إن كنا نقاتل الله كما يقول محمد فما لنا بالله طاقة. إذا دول اللي طالعين نقاتلهم صدق مثل ما يقول محمد رحيم نقاتل الله، ما عندنا طاقة نقاتل الله، ما يفيدنا أن يجي أبوك واللي وياه، ما يفيدنا، ما يلحقون. وإن كنا نقاتل الناس فإن فينا قوة على الناس، الناس ما يقدروننا، إحنا عندنا أقوياء. فالمهم شكرا لأبوك وارجع، نحن لا بد لنا من الذهاب إلى بدر لأنها موسم من مواسم العرب وسوق من أسواقها، وتأتي إلينا القيان تعزف علينا ونشرب الخمر ويتسامع بنا العرب فيفدون إلينا. هذا تعبيره. ملاحظ أن يعني عنفوان وجهو خويا، لا، وإحنا لابد أن نروح ككل أعمالهم، يعني يردون بها ماكو بها مثلا لمحة عقلائية بها وزن، لا، مال أبها ومظاهر. فخرج وخرج معه قومه والجيش اللي طلعوا لقتال النبي، قال احنا راح نوصل الى بدر ونقعد هناك وتعزف علينا القيان ونشرب الخمر. كانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة وردوا ماء بدر فقتلوا على ماء بدر. ذولا هم أنفسهم المتجبرين أهل الخيلاء أهل البطر قتلوا هناك، وأجسادهم وقعت بآبار بدر، وبدلا من أن يشربوا الخمر شربوا الموت. نعم، ووقف البعض يرثي قتلى بدر، عز على البعض أن يقتل أصحاب بدر، قام يرثيهم. هذا ثمل شرب الخمر وأنشأ يقول: وكائن بالقليب قليب بدر من الفتيان والنفر الكرام، يخبرنا ابن كبشة يعني النبي أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي، أيعجز أن يرد الموت عني ويحييني إذا بليت عظامي؟ فقل لله يمنعني شرابي، وقل لله يمنعني طعامي، ألا من مبلغ الرحمن عني بأني تارك شهر الصيام. على هذا ملخص سبب نزول الآية. لاحظ الأجواء أجواء بطر، الآية شو تعبر؟ تعبر عنها. خلينا نشوف مضمون الآية من بعد ما عرفنا سبب النزول، نجي إلى المضمون. الذين خرجوا من ديارهم بطرا. البطر شنو هو؟ البطر صرف النعمة عما، صرف النعمة عما وجهها الله عز وجل إلى غير وجهتها الصحيحة. هاي النعمة يفسروها المفسرين نوعين أو تفسيرين. التفسير الأول صرف القوة إلى حيث لا يحتاج الإنسان إلى القوة، يعني بتعبير آخر تعمد الحرب مع إمكان حل المشكلة حلا سلميا. هذا اللي يفهم من قول المفسرين، أن واحد بدلا من أن يعالج مشكلته، إذا عنده مشكلة يعالجها بالرأي أو يعالجها بالعقل، هذا يأخذ البطر فيصرف القوة علما إلى الحرب. وهذا المعنى كان عندهم من أبسط قضاياهم، يعني شفك الدم عندهم لا يساوي شيء. الحقيقة تلاحظ أن حرمة الدم، حرمة الدم ما تلقاها إلا عند العقول الراجحة والأفكار المستقيمة. أما إذا تحول الدم إلى سلعة تحولت الأرض إلى غابة، وهو الواقع بالفعل. يعني الآن أرجوك، الله عز وجل خلق جميع ما في الدنيا للبشر، إذا كان البشر يقتل من أجل ما في بعض الدنيا
شوينا ما شوينا شيء يعني عكسنا. يعني الله تبارك وتعالى وضع الأموال لخدمة البشر، وضع الحيوان لخدمة البشر، وضع الأرض وحتى السماء والناتج اللي موجود بين الأرض والسماء كله لخدمة الإنسان. الإنسان إذا يقتل من أجل بضعة دريهمات أو من بعض من أجل بضعة حفنة أموال، ها؟ إذا انعكسناها للقضية. ولذلك تنبه للحديث النبوي: لئن تجول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تشفك. هاي لغة الإسلام يعني. أما لغة من لا يحترم الدم، لغة النمط اللي يترفع الوحش عن أن يتشبه به، نعم الواقع هاي لغة ما تحترم الدم ولا تحترم كرامة الإنسان. كرامة الإنسان في أولى أو في مطلع قائمة إصلاح الأرض. الأرض لا تصلح إلا بتوفير الكرامة للإنسان. إذا لم توفر الكرامة للإنسان ما سوينا شيء. يعني هذه الوثيقة الضخمة اللي أعلنها الإسلام لحقوق الإنسان في حجة الوداع، وصعد رسول الله صلى الله عليه وآله سأل الناس قالوا أي يوم من هذا؟ قالوا لا أعظم الأيام. أي بلد أعظم البلدان؟ أي بيت أعظم البيوت؟ أي شهر أعظم الشهور؟ قالهم إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. نعم الإنسان، الإنسان في واقع الأمر أثمن شيء في الوجود، وإن كان هذا التعبير هم بغلظة. يعني الإنسان كل شيء لخدمته. إذا صار البناء الحرب، إذا صار البناء الحرب لأتفه الأسباب تحدث، هذا دليل على أن الذي يقوم بها لا يعقل معنى الإنسانية، وما ينبض عنده نبض للإنسانية قط، لأنه مو سهل. ولهذا تلقى المسلمين عندهم من الأوليات في الحروب أن لا يبدأوا، ما يبدأوا نهائيا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما إجى إلى واقعة صفين وكل وقائع، أول الأمر يصدر الإعلان أنه لحد لا تبدأوهم بقتال أبدا، وما حد يبدأ بقتال، ويظلون إلى أن تجيهم السهام وتجيهم النبال، وأحيانا يصير اشتباك، يلا هذاك الوقت بعد ذلك يأمرهم بالقتال. لأن مو سهل، ليس من السهولة إراقة دم الإنسان. الإنسان في الواقع أنت مو بس تقتل لك إنسان، لا تقتل أسرة إذا قتلت إنسان، أسرة كلها تقتل. نبالي الإنسان والقتل نوعين، أكو أو أنواع، أكو مرة يقتل بصورة مباشرة، مرة يذب في مكان لا يعرف فيه الليل من النهار إلى أن يموت، قتل بصورة غير مباشرة. يعني الأرض عاشت عصور الغابة في أكثر من مورد، عاشت عصور الغابة في كل أبعادها وأنحائها، وتبقى الدنيا غابة ما لم يحترم بها الإنسان. وأنا أقول لك يعني قد يقول لي واحد جاءت المسلمين احترمت الإنسان، لا أنا ما أقول إحنا احترمنا الإنسان أبدا، بس أنت لا تذبها على رقبة الإسلام. على المسلمين ما يخالف، لأن المسلمين شيء والإسلام شيء آخر، ما العلاقة؟ تمام إحنا مسلمين بالإسم صحيح، لكن إذا ترجع إلى مضموننا ما عندنا مضمون إسلامي، صريح العبارة كل مضمون إسلامي ما عندنا. أين نحن من تلك الروح الكبيرة اللي حملها الإسلام إلى الإنسانية؟ الإسلام بالواقع بالرغم من الحملات اللي شنت عليه أن ما انتشر إلا بالسيف. أنا ذاكر إحصائيات في أكثر من مجلس، ذاكر لك إحصائيات كثيرة في ما مضى من السنين، عدد القتلى اللي انقتلوا من بداية البعثة إلى أن لحق النبي صلى الله عليه وآله بالله عز وجل، إيش كثر القتلى؟ أفراد يعني حفنة مو أكثر. بينما أبسط الحروب عند أعظم الديمقراطيات تجتاح الملايين. هنا الواقع إذا أكو خطأ هم مو خطأ النصوص، لا خطأ حملة النصوص، خطأ التطبيق. وإلا الإسلام ما كان يوم من الأيام غير رحمة وغير مودة،
وغير نعمة وغير احترام لكرامة الإنسان ولدم الإنسان ولمقدسات الإنسان. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أرفق بالناس من أنفسهم، كان مملوء رحمة وشفقة، ما يوم من الأيام وقف وانتقم لنفسه على كثرة ما صنع معه كفار قريش، أبدا ما انتقم. مرت عليه لحظة من هاللحظات لما شاف حمزة مقطع عربا عربا، بطنه مبقورة وكبده مستخرج وأصابع مقطوعة وأنف مجدوع، انفعل، قال لئن ظفرت بقريش لأمثلن بكثير منهم. نزلت عليه الآية رأسا كف كفت، ولئن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم. نبه لي رأسا يعني ما فقر. فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله في لحظة من اللحظات تألما. فمع ذلك ما طبق رسول الله شيء من ذلك أبدا، أبدا ما طبق شيء من هذا بالمرة. ليش؟ لأنه أحرص على دم الإنسان من الإنسان نفسه. ما انتشر السيف، الإسلام ما انتشر بالسيف أبدا، انتشر بالفكر. وأنا ما أكد لك العقيدة اللي تفرض بالقوة معقدة تنهجم، تنهجم عند أقل المؤثرات. فالآن بين أيدينا مثل صريح من الأمثال اللي يعيشها الماركسية، فرضت بالدم، فرضت بالنار، بلحظة وإذا بها تتلاشى. نبه لي، زحف الديالكتيك نحو إمامه، رأسا وقضى عليه مباشرة، ماكو. وإذا ذيك الهوش العريضة الطويلة تتلاشى كلها بلحظات بأيام، لأن عقيدة ما تفرض بالقوة. العقيدة الفكر ما يقرع إلا بالفكر، الفكر لا يقرع إلا بالفكر. إذا تريد تفرض فكر بقوة ينهجم، هذا ما أصبح فكر، لا، يتحول إلى مصيبة، إلى كارثة. فرسول الله صلى الله عليه وآله ما كان أبدا يوم من الأيام يريد أن يفرض ما حمله من العقيدة بالقوة ولا يثأر لنفسه. فديوم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شاف قدام عينه أكو نمط من التمرد، أكو نمط من عدم الطاعة، صعد على المنبر قالهم والله لو شئت لقومتكم بسيفي وصوتي. أنا مو ما أعرف دواكم، أعرف، نعم، وأعرف شنو اللي يعني الشيء اللي يصلحكم أعرفه. لو شئت لقومتكم بسيفي وصوتي، ولكن هيهات أن أصلحكم بفساد نفسي. لأنه إذا افترضت استعملت القوة يعني اسحقت على مبادئي، وإذا اسحقت على مبادئي من أجل ماذا؟ علي من أسحق مبادئي من أجل ماذا؟ من أجل أن أبقى على كرسي بعد يومين؟ أنا شئت أما بيت هذا الكرسي أعوف لغير يجي غير يصعد، وأنا أصعد لي على نعش يودوني إلى القبر. يعني أجي ماذا؟ أسحق على مبادئ، على المثل التي جاء بها القرآن، على المثل التي حملها الإسلام. من أجل ماذا؟ من أجل أن أعيش على كرسي يذهب بعد أيام. ورأيت كرسيا يرج كأنه نعش يدق بجنبه مسمار. أكو واحد يطلع، استعمل القوة يطلع مشيع باللعنات وبالقدر. الدنيا كلها نعم تعتبره قدر، لكن واحد يطلع وعرشه في القلوب ومكانه بالنفوس. مو يقول له أحد الأدباء للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا، فعندك للعطاش معين، وأغض من طرفي أمام شوامخ وقع الزمان وأسهن متين، وأراك أكبر من حديث خلافة يشتامها مروان أو هارون، لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. الواقع أن ما حاول أن يثأر لنفسه يوم من الأيام، بالعكس هذا الرجل كان يعني فد نموذج عجيب، نموذج إذا حاولت شوية تتأمل زين تقول هذا ما يمكن أن يكون من إفراج ذاك العصر. أنا أقول لك دول اللي أفرشهم الإسلام، يعني كم واحد أكو في الواقع
لا تنسى مدرسة محمد صلى الله عليه وآله. مدرسة محمد أفرزت نوع من الناس هو السمو بعينه. نعم، هو الكمال بعينه، هو السمو بعينه. هذول الواقع الذين حملوا الإسلام ووعوه، ما حملوا حمل، لا، عاشوه. نعم، عاشوه فكر وتطبيق. فأرجع إلى الموضوع، البطر هو إما توجيه القوة إلى حيث لا يحتاج الإنسان إلى استعمال القوة، أنت إذا تقدر القوة تتجنبها تتركها آخر الداء الكي. مسألة ليش الله عز وجل منح الإنسان عقل؟ الحيوان الطاء أنياب والإنسان الطاء عقل. أنياب الإنسان عقله، أنياب الإنسان عقله، وعقل الحيوان أنيابه. الحيوان يتعامل بالناب لكن الإنسان يتعامل بالعقل. إذا صار البناء يخلي العقل جانبا ويأتي إلى إهدار هاي الطاقة في غير مكانها، هذا البطر بعينه. توجيه القوة إلى غير موضعها، هذا على التفسير الأول. وعلى التفسير الثاني، لا، تفسير توجيه النعم في غير موقعها للبطر، للرياء، للسمعة. شلون؟ خلي أروي لك حادثة. في أيام خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه بالكوفة صارت حتت مجاعة، فذيك السنة انحبس المطر ومياه قلت وما أكو زراعة. نعم، وصار نوع من الجذب إلى حد ما. في سنة الناس طلعوا لوين؟ للبوادي، يصطادون حيوانات أو يعسكرون هناك. خرجوا للبوادي، من جملة من طلع للبادية غالب ابن صعصع أبو الفرزدق الشاعر المعروف، وطلع شحيم ابن وثيل الرياحي أيضا رئيس من رؤساء بني تميم. طلعوا اثنينهم للصحراء. في ذاك اليوم غالب نحر لبعير. غالب كان معروف عنه الكرم، حتى شيء يذكر جملة معترضة. فديوم طب هو ابن الفرزدق على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، سأل الإمام، قال له من أنت؟ قال له أنا غالب ابن صعصع. قال له ذو الإبل الكثيرة؟ قال بلى. قال أين ذهبت إبلك؟ قال أخذتها النوائب، أرهقتها النوائب وأخذتها الحقوق. قال ذاك خير سبلها، أحسن مكان انفقتها به هو هذا، أنها تروح بالحقوق وتروح بالمناسبات للنفع الناس. من هذا الذي معك؟ قال هذا ولدي وهو شاعر محب لكم أهل البيت. قال الإمام علمه القرآن فإنه خير له من الشعر. فعلا يعني مو معنى أن الشعر ما إلى قيمته، لا، الشعر في مكانه إلى قيمته، لكن المثل اللي يتعلمها الإنسان غير المثل اللي يتعلمها يعني بالقرآن، غير المثل اللي يتعلمها بالشعر. يعني أنت ما تقدر تلقى لك واحد جاب القرآن ومدح به الظلمة، نبهلي، جاب القرآن وجعل أداة للوصول إلى الظلمة. يعني القرآن ما مدح الظلمة، لكن الشعر لا، قد تلقى لك واحد يطب على واحد ويلتفت له، يقول له لو كان علمك بالإله مقسما بالخلق ما بعث الإله رسولا، أو كان لفظك فيهم ما أنزل التوراة والفرقان والإنجيل. وإلى الآن أكو جيف من هالنوع، إلى الآن مولانا يوقف له على جيفة من نوعه ويمدح بس يأخذ له منه كم فلوس أبدا، حتى ولو كان يمدح، حتى ولو كان يمدح له قدر مستنقع. المهم الإمام سلام الله عليه يقول علم مثل القرآن، لأن مثل القرآن تعلم العزة، تعلم المجد، تعلم العفة، مثل القرآن تعلم أن يكون عالي النفس، مثل القرآن تعلم
أن يحتفظ بكرامته ولو على الرغيف. تقول له قل متاع الدنيا قليل، ما هو شيء أبدا. تقول له ما عند الله خير وأبقى. تقول له ولا تهنوا، نعم من هالنمر تعلم تغرس عند المثل العليا. فموضع الشاهد غالب كان معروف بالإنفاق، غالب كان معروف بالعطاء. فغالب نحر لبعير وأمر فسووا ثريد وقام يوزع، ودى للعشيرته ودى إناء بثريد ولحم المن إلى شحيم. شحيم اعتبرها هي إهانة شتمة، عجيب يعني هذا هو رئيس وأنا رئيس ويودي لي جفنة، شكو بيه بيه يعني ما. لكن هذول شو سووا هالروس هاليابسه ها؟ وإلا شنو ودى لك رجل أعزك ودى لك أنا بي طعام. قال شنو إذا كان ينحر جزور أنا أنحر جزور. ثاني يوم نحر جزورين هو نفسه شحيم، نحر غالب 3 جزر، نحر شحيم 4 جزر، 3 ها 4 من الأباعر من الإبل، نحر غالب 100 من الإبل. وقف ذاك ما عنده، قال لي ما شان يما إبله وقف ما نحر. خضلت على هذه الآن، رجعوا للكوفة قالوا له تسويت بنا، تجلبت علينا عار الدهر، لم لا فعلت كما يفعل غالب ونحن نعطيك بدل الناقة ناقتين؟ لأنه هذا من فخذ من بني تميم غير هذا الفخذ، فليش أنت ما شويت الشكل؟ قالوا ما الآن أسوي. فعلا جاب الإبل نحر 300 من الإبل وصح للناس هلموا شأنكم بها. إجا والناس للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يستفتوه، قالوا له نأكل من هذا؟ قال لا تفعلوا، لا حد يأكل من عنده، لأن هذا ذبح لغير الله وذبح لغير المأكلة، هذا ذبح بطرا ورياء. نعم، والظاهر أن ذهل ذبحوه بدون تسمية وبدون توجه وبدون في حالة انفعال وهياج، تالي شالوا اللحم ذبوه على الكناسة ما حد تناول منه شيء أبدا. هذا البطر بعينه هذا صرف النعمة إلى غير مكانها. يعني تشوف هاي ترى هاي عندنا ظاهرة تتجسد في مجتمعاتنا الحالية الآن، عندنا نمط من الناس إذا صارت عند مناسبة يمكن يحدث بها زهو أو خيلاء، تعال شوف ينهمر يتحول لك إلى 50 حاتم ابن عبد الله الطائي، وروح لي على قضية خيرية ها كبرى ها؟ والله شو سوى ما بلا ماكو شيء ابدا. هنا حاله غريبه، يعني حاله صدقني ان اموال غير موفقه مع شديد الاسف، لان توضع في غير موضعها. يعني مال لما يروح المال ليش انت تتعب تعرق تجي تاخذ هذا المال مثلا افرض بمختلف الوسائل، زين ليش ما تخلي ياخذ طريقه الى الله عز وجل؟ ليش ما ياخذ طريقه؟ يا أخي أنت قد تمر على حالة قد تلاحظ أمام عينك مسلم لا يجد ما يغذي به معدته، وقد تنفق على أبنائك أو تنفق على ما لا يرضي الله عز وجل نمط من الإنفاق، غدا سيسألك الله عنه بلا كلام، بلا كلام أسألك عنه، لأن المفروض أن الله تبارك وتعالى عندما أنعم على الناس أراد لهذه النعمة رباط، كما يعبر أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول النعم لها رباط. قالوا له يا أمير المؤمنين وما رباطها؟ قال رباطها الشكر. الشكر قال وإحنا إيش نفهم من الشكر؟ إحنا نفتهم من الشكر غير يأكل ويقول الشكر لله وهذا هو يعني وهذا الشكر أكو غيره؟ لا يا أخي مو هذا الشكر. الشكر أن تعطي ما افترض الله عز وجل عليك، شكر النعمة إخراج الحق منها، إخراج ما افترض الله عز وجل عليك من حقوق بهذه النعمة، لأن هذه النعمة عليها واجب، ولما ما تأدي واجب هذه النعمة قطعا راح تعرضها للانهيار وللضياع. نعم لابد وأن تنتهي يوم من الأيام إلى حالة مفجعة، وعدنا أمثلة من التاريخ وأمثلة من الواقع لا حدود لها، يعني لا عد ولا حصر لها. فالواقع أن الشكر
الشكر هو عبارة عن الإشهام بما أنعم الله على الإنسان. الحقيقة أكو عندنا أمثلة مشرفة إحنا في تاريخنا، حتى كانت قبل الإسلام هم قسم من عدة، وتلقى أمثلة بعد الإسلام، أمثلة عجيبة غريبة بعد الإسلام. يا أخي يوصل الأمر إلى هذا، هذا عدي بن حاتم الطائي، عدي رضوان الله عليه، عدي فد نمط مشرف هذا، ومن الأرقام في أصحاب علي بن أبي طالب، هذا عدي واقع رقم من الأرقام الرائعة. عدي يطلع بيد الخبز، يجمع الفتات الخبز، أكو عنده داير مداير بيته، أخروا لي عمل داير مداير بيته، أكو عنده قرى للنمل، نمل طالع يم البيت، يطلع يجمع الخبز، يفت الخبز للنمل، يقول له، يقول هذه جاري، دول جواري، هذا هؤلاء جواري. وكان الواحد منهم إذا كان إلى جانبه جار يؤثره برغيفه الذي يتناوله لنفسه. نعم. أبيت خميص البطن، يقول حاتم أبول هذا، أبيت خميص البطن عريان طاويا، وأؤثر بالزاد الجليس على نفسي، وأمنحه فرشي، وأفترش الثرى، وأجعل ستر الليل من دونه لبسي. نعم، هؤلاء هذا النمط المشرف الرائع اللي تلقاه في حضارتنا وفي تاريخنا، بالإضافة إجا الدين الإسلامي عمقه بالنفوس. شكر النعمة إذن أن تسهم مما أعطاك الله. طيب، هذا البطر الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. رئاء الناس شنو المعنى؟ هذول كانوا يراؤون أنهم أقوياء، قريش طلعوا يردون يراؤون الناس أقوياء، أن إحنا نشرب الخمر، تعزف علينا القيان، نجلس على موسم من مواسم العرب، يأتي يتسامع بها الناس ويأتون إلينا. هذا اللون طبعا بطر، رياء، يتظاهرون. هم كانوا منهزمين داخليا، نبه لي، وهذا الفرق. أكو واحد تلقاه يحمل سلاح لكن منهزم، مو يقول واحد من الشعراء أيها المستعير، ألف سلاح لأعاديك كل ما تستعيره، هزك الذعر لا الحديد ولا النار، وعبء على الوغى المذعور، أغرور على الفرار، لقد ذاب حياء من الغرور الغرور. الواقع هكذا، اتأمل، هذا إذا ما يحمل العزيمة في داخله، إذا ما يحمل العزيمة في داخله، ما عنده قضية يؤمن بها، قطعا منهزم، منهزم داخليا. وهذا اللي حدث بالفعل، دول كانوا منهزمين. وأكو عندهم قضية رؤية، عاتكة بنت عبد المطلب رأت رؤية، عاتكة رؤياها يقولون المؤرخين أخذ باليد، إذا شافت شيء بالرؤية يتجسد في الخارج. هاي أخت العباس بن عبد المطلب، رأت كأن فارشا صعد على ظهر أبي قبيس على الجبل بمكة، وأخذ لقطعة من الحجر أرسلها إلى الوادي، قطعت هاي القطعة، تفتتت، لم يبق بيت من بيوت مكة إلا ووقعت فيه كسرة، فانتبهت من النوم، قصت الطيف إلى أخيها العباس. العباس إجا قص القصة لمن؟ إلى قريش. قام لأبو جهل قال له، ما رضيتم أن تتنبأ علينا رجالكم حتى تنبأت علينا نساؤكم، مش احنا نبي واحد منكم مجارعين، إنه جايب لنا مرة تتنبأ علينا. قام له بالقوس العباس، أراد ضربه، توارى عنه. ظلت قريش مرعوبة من هاي الرؤية، من هذا الطيب فعلا، ظلت خايفة، لكن كانت تتظاهر بالقوة، وكانت النتيجة مثل ما رأت، لأنه واقعة بدر أخذت من عدهم عيون أبطالهم، 70 بطل من أبطال، يعني بحيث تحولت مكة إلى بيت من النوائح، وهو ترى من غرورهم وكبريائهم. وإلا هوايا حاول النبي صلى الله عليه وآله أن يثنيهم، قالهم أنا ترى لا أقطع أرحامكم وما أريد أقاتلكم، إذا ما تقاتلوني ما أقاتلكم، أنا إنما أدعوكم إلى لا إله إلا الله.
ما يم طلع أبو جهل ويا جماعة والجواري من ورائه والقيان يضربن بالإكبار وبالدفوف ونزلوا إلى الساحة وانتهت المعركة، يعني انجلت الغبرة عن 70 قتيل من أكبر وأضخم شجعان قريش، وراحوا كلهم، وثلاثة من عدهم أو بالأحرى ذولا أبطال أكثر أبطالهم قوة كانوا بيد علي بن أبي طالب. عتبة وشيبة والوليد، مو يقول له الكعبي للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وغداة بدر وهي أم وقائع كبرت وما زالت لهن ولودا قابلتهن فلم تدع لعقودها نظما ولا لنظامهن عقيدة، فالتاح عتبة ثاويا بيمين من يمنى أردت شيبة ووليدا سجدت رؤوسهم لديك وإنما كان الذي ضربت عليه سجودا. ثلاثهم طلعوا وطلع الإمام لأن وقفوا وصاحوا يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا، أخرج إلينا أكفاءنا. طلع لهم ثلاثة من الأنصار قالوا لذولا ليش بأكفاء، ذولا زعانف ليسوا بأكفاء لنا. قال قم يا علي، قم يا عبيدة، قم يا حمزة. قام ثلاثتهم قاموا. عبيدة التقى بشيبة، شيبة ضرب عبيدة قطع ساقه، أخذ مخ ساقه ينتثر، حمل حمزة وعبيدة، حمل حمزة وعلي سلام الله عليهما عبيدة ومخ ساقه ينتثر، وضعوه في مؤخر المعركة وإجوا إليهم، ضربوا دفدفا على شيبة قتلاه. ظل عتبة نعم والوليد، الوليد التقى بالإمام أمير المؤمنين سلام الله، ضربه ضربا برت ذراعه، أخذ ذراعه قذف بها الإمام علي، يقول سمعت لها دوي، ودفف عليه قتله. وعتبة أيضا كان يتصارع مع حمزة، وكان الحمزة طويل وعتبة دحداح قصير، يقول الحمزة سمعت الصوت طأطئ رأسك يا عم، فطأطأ رأسه ضربه أمير المؤمنين سلام الله عليه وأرداه. وهذا الرصيد الخلق للمشكلة هو الواقع، هذا رصيد عجيب عندك خلق للمشكلة، ولذلك تشوف واقعة بدر تمر ولا إلى ذكر بها، تمر بوسائل الإعلام عند المسلمين كان علي بن طالب بعيد عن المعركة ما له علاقة بالموضوع نهائيا. والحال الواقع المعركة كان بطلها كما يعبر عنا الأديب شبت الحر واستدارت رحاها فهو والسيف قطبها ولظى. فالمسألة إذن هؤلاء طلعوا رياء الناس، يعني الظاهرون بأنهم أقوياء بينما في واقع الأمر ما كانوا منهزمين من الداخل. في الآية تعبر عنهم تقول رياء دول يراؤون، رياء الناس كانوا يظهرون القوة يظهرون البطولة، بس انجلت المعركة عنهم وهم صرعى رجعوا، وما حتى شووا منعوا النساء من البكاء، ما لازم وحدة تبكي، ليش؟ يقول إذا بكت يروح الغيظ من قلبها، يعني إذا بكت هذه الغيظ إحنا نريد لا تبقى مشحونة غيظ حتى تربي الناس عليه من على بغض محمد، حتى تربي الناس على بغض المسلمين تبقى تكون مشحونة. كان إذا شمعوا وحدة امرأة تبكي قنعوها يضربونها بالشوط، لا لا تبكين أبدا، اكبكي الغيظ إلى أن نأخذ ثارنا من محمد. هذا هكذا كان. في هاي اثنين بعد ويصدون عن سبيل الله، وفعلا كانوا يصدون عن سبيل الله. من طالعين يعني من أجل أي شيء؟ طالعين لمنع الناس من الإيمان بالإسلام، للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. هذول أهدافهم، وظلت وحقك أهدافهم ظلت، يعني قريش ترى الكثير من عدهم ظلت عندها هالنزعة هاي، نزعة الصد عن سبيل الله، يعني أجبر الإسلام ركع. مو أبو سفيان يقول، المؤرخين يقولون عنه لما قال النبي لك إسلم أما أنا لك أن تعرف أن الله واحد وأني رسوله، قال في نفسي أنه لو كان هناك رب غير ربك نعم لعرفناه أو
رأيناه. ولكن بالنسبة إليك أنت، أنا أقول أشهد أنه محمد رسول، في نفسي منها شيء. أي وظلت، ظلت في نفسه إلى مدة، هذا اللي يعبر عنه بعض المؤرخين شيخ الأرض، يقول النبي منح منحة ما منحها لواحد، لأن قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هل منحة العظيمة هذا الرجل بالذات ظل يحمل، يقول للحمزة بن عبد المطلب اجلس، إن الذي كنا نتقاتل عليه بالأمس أصبح بيد صبياننا يلعبون به كما يلعب الصبيان بالأكر، يقصد الخلافة. ظلت هاي الصد عن سبيل الله، ولكن الله يريد أن يتم دينه ولو كره الكافرون، وفعلا أتم الحمد لله دينه. يعني الإسلام ما يضير أن يوقف واحد، صدوا عن سبيل الله. المعسكر الثاني لا، هو المعسكر اللي كان بيدعوة إلى سبيل الله. ولذلك عقيل يقول للمعاوية يوم من الأيام، يقول له لقد دخلت عسكري ودخلت عسكر أخيك علي، فماذا رأيت؟ قال له والله دخلت معسكر علي، معسكر علي، فرأيت قوما ليلهم كليل رسول الله ونهارهم كنهار رسول الله، إلا أن رسول الله ليس فيهم. ودخلت إلى معسكرك فما وجدت إلا قوما ممن نفر ناقة رسول الله ليلة العقبة. هذا اللي شفته، ما لقيت غير هؤلاء. نعم، وهو نفسه. هل امتداد في معسكر الطف، تلقى هالمعسكر مقابل هذا يحمل مبادئ الإسلام وهذا يحمل قيم الجاهلية ومبادئه. ويقول لأحد الأدباء، يا أبا الطف، ساحة الطف تبقى وعليها شواهد لا تزول، فهنا والنبي يرقب شلوا مزقته قنا، مزقته قنا وداشت خيول، يجدهيه بأنه وحسين قصة الأمس والغد الموصول، وهنا من أسلاب حرب بقايا هي لؤم وخشة ونزول، وستبقى الدنيا وللوضر النتن قبيل وللسمو قبيل. معسكران، معسكر طرح ها هنا ومعسكر طرح ها هنا. زين، هذا المعسكر منه بشبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، اللي يحمل سمات رسول الله واللي حمله الحسين يوم وصل إليه، أقبل إليه قرن كفيه وضعهما تحت ظهر علي الأكبر وحمله إلى داخل المخيم وجلس عند رأسه يمسح الدم والتراب عن وجهه. يا نجعة الحياة، الشمى والندى وحمى الدمارين العلا والسؤدد، بني فلتذهب الدنيا على الدنيا العبر، ما بعد يومك من زمان أرغدي ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه، ولا هب قلبي لم يخمدي يا بني علي فتشة العين، يا بني صواب الوحدك وين. الحسين رجل، والرجل عادة صلب، والحسين سيد الشهداء الصبور، لكن هل أم الخطب في أمه؟ بناء على الرواية اللي تقول كانت يوم الطف موجودة، يقول هذا واحد من الأعراب، مررت على المدينة بعد واقعة الطف
مريت يقول على حي آل أبي طالب، صرت لي بشارع من هالشوارع بزقاق، سمعت أنينا سمر رجلي إلى الأرض، سألت لمن هذه الدار؟ قالوا هذه دار الحسين. قلت ومن الباكية؟ قالوا هذا البكيا لليلة تندب ولدا علي الأكبر. يا ابني لو تشوف الليل عقب عينك شلون اقضي نص بالدمع والحسرة ونص احلم واشوفك بي اقول ترد ليالينا وزمان الراح نرجع لي واصحى وتصحى عيوني ولن ما شفت حلم وراح يا كوكب ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكبه الأسحاري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. ربي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم عافنا في من عافيت ولا تبتلنا في من ابتليت وتولنا برحمتك في من توليت، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.